السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي الغاليات وإخواني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد أو وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم هي عبارة على دجاج منسم بلازير دو بروفانس أو يسمى بالأعشاب دو بروفانس ودانون السوس. كيف ما كتشوفوا معايا الدجاج كيجي أكثر من رائع شكلا ومذاقا، كيجي فتي كيجي مذهب. ممكن تحضروه للغداء او العشاء كوجبه خفيفه، اكيد غيكون طيب في الفرن بدون زيت، فقط بلا مارينات اللي غنحضروها ان شاء الله للدجاج. واكيد غنرفقوها كيف ما شفتوا معايا هنا عندي بنجال وفلفله وما يسمى بتكتوكة المغربيه ديالنا. ان شاء الله غنتقاسم معكم طريقتي في التحضير. نتمنى ان شاء الله تبقوا معايا وندوزوا باش ناخذ المكونات اللي غنحتاجوها للدجاج ديالنا متبل بالاعشاب. كوكو غزلاتي، ورجعت معكم ان شاء الله باش نتعرفوا على المكونات اللي غنحتاجوا لهاد الدجاجه ديالنا اللي كتجي بهاد التتبيله رائعه جدا، كتجي لذيذه مقرمشه ومغايره صراحه في طريقه تاع الطياب ديالها. كيف ما شفتوا المكونات ديالي هما هادو، غنتعرفوا ان شاء الله على المكونات. هنا خديت واحد الدجاجه، واكيد غتاخذوا الدجاج على حسب عدد افراد الاسره ديالكم. بالنسبه لي انا حاليا زوج ديال الناس، يعني خديت هاد الدجاجه هذه اللي صغيره بحسب عدد افراد الاسره ديالي، اللي اكيد غسلته مزيان ونظفته وخذ الوقت الكافي ديالو في الطرقات تتحيدات منه ديك الزفوريه. كيف ما شفتوا غسلته مزيان بالحامض وسكينجبير يعني، ونخليوه ينشف مزيان. وللاشاره فقط اننا مر ما نغسلوه ونخليوه يتي ينشف لينا مزيان من الماء، ممكن اننا نستعنوا بهاد المناديل الورقيه باش ننشفوا الدجاجه ديالنا، لان شحال ما كانت الدجاجه ديالنا ناشفه كيف ما كتشاهدوا معايا كتدخل لها التتبيله ديالها وكتجي بنينه وكتجي لذيذه بزاف. كيف ما شفتوا ممكن الاستعانه بهاد الاوراق، هاد اوراق المطبخ انها كتساعدنا بزاف نشفوا بها الدجاجه. كيف ما شفتوا انا الدجاجه ديالي هنايا حليتها بالجهه ديال الظهر ديالها، واكيد نقيتها مزيان وخديت واحد السكين اللي وضعت فيه واحد الفوق هكا واحد، يعني فتحتها من جهه الصدار كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الجهه ديال الفخاد هنايا، اكيد من الظهر كذلك ومثال، يعني فتحتها فتحت لها العظيمات ديالها. دابا نقلب معكم وتشوفوها فوالا. كيف ما قلت لكم يعني نشفوها مزيان، اكيد تكون عندنا دجاجة ناشفه. انا كنفضل نحتفظ بالجلده ديالها مادام غندخلها يعني للفرن، وكاين اللي ما يبغيش يخلي جلده ممكن انه يحيدها. انا هذه الطريقه هذه كنحتفظ بالجلده ديال الدجاجه ديالي. كيف ما شفتوا عندي هنا دجاجه حسب عدد افراد الاسره ديالي، حاليا زوج ديال الناس يعني كافيانه. بالنسبه للتوابل فهي توابل يعني موجوده عندكم، والاكثر من ذلك اننا غادي نوضعوا فيها دانون مسوس او ياغورت طبيعي. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للتوابل هنا عندي واحد الملعقه ونص ديال سكينجبير، نتوما عارفين ان الدجاج يعني كيتواتى معاه السكينجبير او الزنجبيل. عندي هنا غناخذ راس ديال المعلقه ديال الابزار ما غنكثرش. عندي الخرقوم بلجي كذلك واحد الملعقه ونص ديال الخرقوم بلجي، لان مزيان يكون هو بالكثره هو والسكينجبير. ملعقه ديال التحميره، وهنا كيف ما كتشوفوا عندي السودانيه، عندي بودغ ماشي الهريسه معجونه، هنا عندي بودغ كيف ما كتشاهدوا معايا. واكيد الملحه غتبقى حسب الذوق، لاني غنستعمل واحد الملعقه ديال السوجا كيف ما كتشوفوا معايا. غنحتاج الخل ديال الحامض او الخل العادي، ممكن انكم تستعملوا الخل العادي، انا غنستعمل نوضفوا الليمون. عندي واحد دانون طبيعي او دانون مسوس اي نوعيه عندكم. هنا عندي ليزير دو بروفانس، الاعشاب المنسمه اللي غنستعملها، فيها شويه ديال الازير، فيها الزعتره، يعني فيها يعني الا لقيتوها ممكن تستعملوها، ما كانتش متوفره عندكم غتكتفيو فقط بالزعتر. بالنسبه للزعتر غناخذ واحد الكميه يعني على حسب واحد الملعقه صغيره باش ما يكونش عندنا حار. هنا عندي فصوص ديال الثوم، الدجاج كيتواتى معاه الثوم اكيد. هنا عندي من 4 حتى 5 ديال فصوص ديال الثوم اللي غنمعكم. هنا عندي ربع كاس ديال الزيت البلجيه كيف ما كتشاهدوا معايا.
هنا عندي الحامض، غناخذ عصير حامضه ان شاء الله. وإلا ما كانش عندكم كيف ما قلت لكم الخل ديال الحامض، ممكن انكم تاخذوا الخل الابيض يعني عادي وتمزجوه مع الحامض، هنا مع عصير حامضه تقريبا غيكون ربع كاس يعني بمقدار الزيت اللي عندنا. كيف ما شفتوا المكونات سهله وبسيطه، دجاجه على حسب افراد الاسره، توابل كيف ما شفتوا معايا يعني متوفره عندنا، غنستعملوا الدانون مسوس اكيد في الوصفه ديالنا، يعني مكونات سهله ولكن النتيجه كتكون رائعه. كيف ما شفتوا معايا هنا الدجاجه ديالي انايا، غندوز معكم ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه اللي غنخدموا بها لاباط ديالنا، او نقدروا نقول واحد لا كريم اللي غندهنوا بها هاد الدجاجه ديالنا هادي. غنمزجوا المكونات اللي عندنا وغنحصلوا على واحد لا بوماد اللي غندهنوا بها الدجاجه، ونخليوها من الافضل واحد 3 ساعات حتى 4 ساعات على الاقل في الثلاجه. مثلا كنتو غديروها بالليل حاولوا توجدوها على تساع او لا تبات حتى الصباح. الا كنتو غديروها للغدا عفوا يعني تبيتوها في الثلاجه حتى الصباح، والا كنتو غديروها يعني بالليل على الاقل واحد 4 ساعات على الاقل. هنا للاشاره ممكن انكم تضيفوا واحد الملعقه ديال الخردل الا كان ممكن، ما كانش نكتفيو فقط بالمكونات. ان شاء الله الان غندوزو باش نحضروا لا كريم ديالنا او العجينه ديالنا اللي غندهنوا بها الدجاجه ديالنا باذن الله. بقاو معايا نمشيو نحضروا لا كريم اللي غندهنوا بها الدجاجه ديالنا، بقاو معايا ما تمشيو فين. كوكو غزالتي، ورجعت معكم ان شاء الله باش نحضروا لا بوماد ديالنا او لا كريم ديالنا اللي غندهنوا بها ان شاء الله الدجاجه ديالنا. كيف ما قلت لكم اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله هو دانون طبيعي ديالنا او دانون مسوس، غنوضعه بهذا الشكل هذا. بسم الله، غنضيفو هنا زيت الزيتون، زيت البلديه، كما قلت لكم عندي مزيج ديال الخل والحامض. غنضيف واحد الملعقه ديال الخردل وكتبقى اختياريه. هاد التتبيله هادي نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي ما شاء الله رائعه. هنا عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم، الثوم يعني نتوما عارفين انه كيتواتر بزاف مع الدجاج. عندي هنايا الزعتر واحد ملعقة صغيرة، يعني نحاولو ما نكتروش باش ما يجينا شمر. هنا عندي ليزيغ دو بروفانس، هما هادو اللي توفر عنده يستعملهم، اللي ما متوفرش ينسم بشوية ديال الزعتر، يغسل ورقة سيدنا موسى وينشفها ويوضحها حتى هي، شوية ديال الأزير. وإذا كان عندكم هذا الخليط ديال ليزار دو بروفانس او الاعشاب المنسمه يعني ننصحكم انكم تستعملوها. غنضيف واحد الملعقه مع مرش ديال صوص السوجا كما كتشوفوا معايا. بسم الله، اخر مرحله هي التوابل. كيف ما شفتوا قلت لكم هنا عندي واحد الملعقه ونص ديال الخرقوم، البزار ما غنقويش البزار، غناخذ راس الملعقه. اكيد هنايا عندي سكنجبير، وقلت لكم ان سكنجبير كيف ما كتعرفوا اكيد انه كيتواتر مع الدجاج. هنا عندي السودانيه حتى هي غناخذ راس ملعقه، واللي كيبغي يعني الحار من عشاق الحار يضيف. وهنا عندي التحميره ديالي، عندي ملعقه صغيره يعني البزار اللي غناخذ فقط واحد الراس ديال الملعقه. كيف ما شفتوا معايا تقريبا وضعنا جميع المكونات. هنا من بعد ما وضع التوابل ديالي دانون مسوس زيت الزيتون، غناخذ الملحه يعني فقط واحد الرشه، يعني نحاول ما نكثرش الملح. ديجا عندي صوص، عندي ملحه
بهذه الطريقه هذه كيف ما شفتوا معايا. بسم الله شوفوا ما شاء الله التتبيله ديالنا هي هذه. كنحصل على واحد لا كريم ونمزجو مزيان هاد المكونات هادو. الغزالة ديالي من بعد ما مزجت المكونات ديالي كنحصل على هاد التتبيلة هادي ما شاء الله، يعني كافياني باش اني نشبع الدجاجة ديالي التوابل. كنحصلو عليها بهاد الشكل هذا. غنمزجو مزيان المكونات. انا بغيت نوريكم ان شاء الله كيف ما شفتوا معايا الدجاجه ديالي، كون شفتوها معايا على جهه ديال الظهر هنايا فتحتها الجهه عفوا كنت وريتها لكم على الجهه ديال الصدر. كيف ما شفتوا معايا هنايا اني فتحتها من جهه ديال الظهر، نقيتها مزيان هاد الجوانب هادو نقيتهم مزيان وحيدت دوك الخويطات والشحوم اللي كتكون كاينه، وشديت الموس وفتحت العظام بحال هاد الشكل هذا، يعني حليتهم ورا كيف ما كتشاهدوا معايا. وضعت فتوحات هنا في الفخذ هنايا، فتحت هاد المنطقه هادي كذلك هنا، يعني كنحاول نحلها مزيان نهرس دوك العظيمات كيف ما كتشوفوا معايا، باش التوابل ديالنا والعطريه ديالنا ودانون ديالنا يدخل لهاد الدجاجه هادي كيف ما شفتوا معايا. ولا بهذه الطريقه هادي تحاولوا تحلوها مزيان، ولا ما عرفتوش ممكن تطلبوا مول الدجاج ديالكم يفتح لكم الدجاجه ديالكم. فوالا يعني كتجي مديزوسي كيف ما شفتوا. فوالا واكيد كيف ما قلنا نحاولوا اننا نشفوها مزيان قبل ما نبداو اننا نتبلوها. فوالا يعني انا صدق ليا وخليتها حتى نشفات. فوالا ناخذ واحد المنديل ورقي اللي غيساعدنا اننا نشفو الدجاجه ديالنا بهذه الطريقه هذه. الان ان شاء الله باذن الله غنمروا باش نتبلو الدجاجه ديالنا. خلينا باش تكون تشوفوا معايا. بسم الله ناخذ لا كريم ديالي وندهن بها بهذه الطريقه هذه، ندهن مزيان الدجاجه ديالي كما كتشاهدوا معايا. علاش كنحل الدجاجه مزيان؟ باش التتبيله ديالي تدخل لي لجميع الاطراف. وانا بهذا الشكل هذا هنا حليت هذه الجهه ديال الفخذ، ما شاء الله كتجي رائعه كتجي مذهبه اللون ديالها، خاصه اننا الا وضعناها في واحد يعني خليناها الوقت الكافي. اكيد انا مور ما غندهن مزيان الدجاجه ديالي غنوضع عليها نرجعها لهذا الاناء هذا اللي عندي فيه التتبيله، وغادي نخليها ترتاح ليا مادام انا غنوجدها للعشاء. غنخليها واحد على الاقل 4 ساعات ان شاء الله، عاد نرجعوا باش نشوفوا كيفاش غنحطوها في الفرن ان شاء الله باذن الله. والاشاره ان لاصوص ديالنا غادي ان شاء الله غنستعملوها اكيد، غنخليوها كمرق يعني جانبا. فوالا انا هنا غنرجع نوضعها في كيف ما شفتوها نتوما، يعني دهنتها مزيان غنرجعها لهاد لو بول هذا ونغطيها بالسلوفان ان شاء الله، ونرجعوا باش نشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالها. كوكو غزالتي، ورجعت معكم بعد ما دهنا الدجاجه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، وعطيناها يعني دهناها مزيان جميع الجوانب، شبعناها ديك الصوص او الشرموله ديالنا اللي حضرناها مجموعين. رجعتها هنا لهاد البول ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، رجعتها في ديك الصوص او ديك الدغميره ديالها. غنخليها ان شاء الله في هاد البول هذا حتى الوقيته اللي غنبغي ان شاء الله نطيبها. غنجمعها بالبول هذا مزيان، غنسد عليه بهذا الشكل هذا، غنشد عليه في السلوفان ونخليها كيف ما قلت لكم على الاقل على الاقل واحد 4 ساعات. اما الانسان اللي يكون عنده الوقت مثلا جايينكم ضياف او لا باغي تصايبوا كميه كثيره، وجدوه بالليل وخليه يشبع الشرموله ديالو ويتبل مزيان مزيان بديك الصوص ديالو،
وعاد نطيبوه ان شاء الله. انا دابا لو بول ديالي غندخلو نوضعو في الثلاجه وحتى الوقيته اللي غنكون غنطيبو ان شاء الله وندوزو باش نشوفو الطريقه ديال الطياب ديالو ونشوفو الشكل النهائي. بقاو معايا لاخر الفيديو. كيف ما قلت لكم غزالاتي، هنا الدجاجه ديالنا خدات الشرموله ديالها وخدات الوقت ديالها الكافي في لاماريناد، اكيد من بعد ما وضحتها في الثلاجه. هنا سخنت الفرن ديالي كيف ما قلت لكم، غندخل الدجاجه ديالي هنا للاشاره وضعتها على الجهه ديال الصدر من التحت، وغنغطيها بالبابي كويسون، نضيف لها بابي الومنيوم وندخلها حتى التبليه. تقريبا المده ديال الطهي ديال الدجاجه ديالنا من ساعه حتى ساعه ونص على الاقل. من بعد ما غطيب غنزولوا ليها البابي سولفوريزي ولا الالومنيوم، واكيد نخليوها تحمر ونشوفوها ان شاء الله في الشكل النهائي من بعد ما توجد لنا. نبقاو معايا ان شاء الله تنشوفوا الشكل النهائي ديال الدجاجه بالاعشاب ودانون مسوس ان شاء الله. نبقاو معايا تنشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. فوالا غزالات ديالي، رجعنا في الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا بالاعشاب المنسمه ودانون مسوس، كيجي على هذا الشكل هذا ما شاء الله، كيجي فتيل، كيجي محمر كيف ما شاهدتوا. طيبناه فقط في ديك لاماريناد اللي حطيناها ليه وشفتوا معايا المراحل، ونقول لكم شنو الرائحه ما شاء الله، يا سلام ديال الاعشاب المنسمه والعطريه اللي ضفناها ليه. كيف ما شفتوا كيجي اللون ديالو ذهبي ما شاء الله. هنا رافقته بشويه ديال زعلوك مع الفلفله بالطريقه ديالي، اكيد ان شاء الله غنتقاسم معكم زعلوك ديالي. كيف ما قلت لكم، هنا رافقت الطبق ديالي ديال الدجاج بالاعشاب المنسمه ودانون مسوس، رافقته بشويه ديال تكتوكه او زعلوك، هنا عندي الدنجان مع الفلفله بالطريقه ديالي. ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص ونتقاسم معكم الطريقه ديالي. هنا الا لاحظتوا خديت لاصوص اللي طابت لي فيها الدجاج من الفرن، يعني بقات لي في ديك الصينيه ديال الفرن ديالي، خديتها ووضعتها في واحد لاكاسرول وخليتها، شعلت ليها النار وخليتها حتى وقفت ليا، كتجي بهذا الشكل هذا. رافقت بها الدجاج ديالي بالاعشاب المنسمه ما شاء الله، نتمنى ان شاء الله تجربوه باذن الله وتردوا عليا اكيد في لي كومونتير. هنا نقول لكم بصحتكم وراحتكم ان شاء الله تجربوا الوصفه. كيف ما كنقول لكم دائما، انتظروني في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه من وصفات حنان بيوتي القناه المتنوعه. الى ذلكم الحين احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.